وضمن برنامجها لهذا العام قامت دائرة الفنون بحفل بيانو رباعي للعازفة الأردنية زينة عصفور مع مشاركة مع العازف الفرنسي بيار مورابيلا. راح يتخلل هاي الحفل عزف لبعض المقطوعات الفرنسية وأيضا مقطوعة من تأليف العازف الأردني طارق يونس. خليكم معنا بهذا التقرير لنشوف تفاصيل هذا الحفل. بيانو أربع أيادي هاي يعني مع السيد بيير مورابيا من فرنسا اللي لنا الحظ إنه اليوم نستمع له. رح يعزف سولو والمقطع الثاني رح نعزف مع بعض، والبروجرام مؤلفين فرنسيين زائد مقطوعة للمؤلف الأردني طارق يونس. الإقبال كتير كتير منيح، وكتير الناس عم بيعزفهم بيعجبهم العزف بيانو وبيحبوا الموسيقى، ولازم نفكر بمهرجان للموسيقى البيانو أصلا. كتير سعيد يعزف بالأردن وفي مكان بهالجمال وبهالمنظر وبهالطبيعة، وكتير الحضور ممتاز.